بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة المهنية للخدمات المهنية والتعليم. عطوفة لواء جمارك منذر العساف، مدير عام الجمارك الأردنية. السادة الضيوف الكرام من دائرة الجمارك الأردنية وزملائنا الأعزاء من مجموعة طلال أبو غزالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني الترحيب بكم باسم مجموعة طلال أبو غزالة في هذه المناسبة الاستثنائية التي يقول عنوانها الكثير، سعياً لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية. إن اجتماعنا اليوم هو للتأكيد على أهمية ترسيخ العلاقات التبادلية والتعاون بين القطاعين العام والخاص لكي تصبح شراكة حقيقية تخدم مصلحة الوطن والمواطن بكافة فئاته. ونحن هنا مجموعة طلال أبو غزالة على استعداد وترحيب لأي مبادرات مستقبلية من شأنها تطوير آفاق التعاون بين المجموعة ودائرة جمارك الأردنية والوقوف على الخدمات المقدمة لهم وتطوير آفاقها تحت مظلة القانون. مع خالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور طلال أبو غزالة لرعايته لهذه المناسبة، نرحب به لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بالنسبة لي اليوم يوم سعيد لأسباب عديدة. السبب الأول أننا هنا نلبي إرادة وتوجيهات سامية من جلالة الملك المعظم الذي أمر دائما بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأمر أيضا بإصدار قانون لتأطير هذه الصداقة ووضعها حيز التنفيذ. فهذه خطوة مهمة على طريق التعاون بين الحكومة التي هي الراعي لهذا الوطن وللمواطنين الذين هم المنتجون للثروة والمنتجون للمعرفة. فهي شراكة بين طرفين يشتركان في خدمة الوطن. اللواء منذر عساف، شرف كبير لي اليوم أن أستقبلك في هذا المكان لنؤكد كم ندين بالفخر والاعتزاز إلى إدارة الجمارك في هذا البلد. إنها من الإدارات التي أثبتت نزاهة وخلق البلد، وأنا بصفتي كنت قد تشرفت بأن أكون على اللجنة الملكية للنزاهة بتكليف من سيدي جلالة الملك. كانت هذه الدائرة من الدوائر التي حظيت بالتقدير من قبل لجنة النزاهة لأنها كانت في عملها نموذجا للنزاهة، فهذا أيضا يلبي إرادة سيدنا جلالة الملك. نحن اليوم في اجتماع يجب أن يكون معروفا وواضحا، وفي إصدار البيان الصحفي أن يكون التركيز على أن هدفنا، هدف إدارة الجمارك، هو حماية المستهلك. عندما نضع الشروط والرسوم والعقبات على أي تعدي على حقوق الملكية الفكرية فإننا نحن نضع ذلك لخدمة المواطن. وأنا كنت في عدة مناصب في المنظمات الدولية بما فيها المنظمة العالمية للتجارة، وفي لقاءاتي مع كبار المسؤولين في مجال الملكية الفكرية ومجال الرقابة على التعديات كان دائما الانتقاد أننا لسنا حريصين بما يكفي لحماية حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية. وكنت دائما أقول أعطونا ما نستعمله لتحقيق هذه الحماية، لأننا بالنهاية نحن المستفيدين، نحن لسنا معتدين على الملكية بل نحن ضحايا
التعدي عليها، لأن المواطن الذي يشتري سلعة مخلدة ضمن منه أنها السلعة الأصلية يدفع سعر السلعة الأصلية لمنتج أقل جودة. فإذا وضعنا هذا النظام لمنع استعمال هذه التعديات، وإلا المنتج الذي يستطيع أن ينتج جودة جيدة لا يحتاج لأن يتعدى على علامة تجارية لشركة أخرى. التعديات كلها هي لإنتاج منتج أقل جودة ومقلد ليباع على المستهلك ضمن من المستهلك بأنه أصلي. فإذا الهدف الأساسي والوحيد لما نقوم به اليوم من حفل توقيع هو حماية المستهلك، ليس هنالك أي هدف آخر. احنا لسنا هنا لحماية أصحاب العلامات ولا لحماية، هذا موضوع آخر، عندما نسجلهم في العلامات التجارية في الوزارة نحمي علاماتهم، بس إنما نحمي التعدي عليها نحمي المستهلك. وبالتالي فهذا عمل ومبادرة من إدارة جمارك برئاسة معالي منذر اللواء الركن منذر عساف لنشدد إجراءات الحماية والرقابة على التعديات عبر الحدود من خلال هذا الاتفاق التعاوني الذي سينشأ عنه عدة إجراءات وخطوات تنفيذية. ولكن في مجمل الموضوع نحن حريصين في هذه الدولة على احترام الحقوق واحترام مصالح المواطن في نفس الوقت. يعني الحقوق واحد مهم، ولكن المهم أيضا وكان دائما دور وتوجيهات جلالة الملك لدور الحكومة هي مصلحة المواطن. خطوتنا اليوم، أنا عم بكرر كلامي لأنني سعيد بأن نقول بأننا هنا لسنا فقط لوضع قانون، ولسنا فقط لوضع إجراءات للرقابة على قانون، ولا إجراءات لتطبيق قانون. نحن هنا لنضع نظام لحماية المواطن من التعدي عليه بخلال الغش والتقليد الذي سيخضع له في غياب هذا النظام. نحن سنعمل جديا في هذا المجال معكم وكشركاء، ونضع نفسنا في خدمتكم وفي تصرفكم، وإن شاء الله سنستطيع أن نبحث أيضا مواضيع أخرى. نحن الآن نعمل في عدة مجالات في شراكة مع الدولة، في عدة مجالات، عشرات المجالات، وكلها تهدف إلى خدمة المواطن. سيدي شرفتنا في هذا المكان، ونحن نفخر بهذه الكوكبة من الضباط الكرام الذين نعتبرهم ليس فقط حراسا علينا وعلى الوطن بل شركاء لنا. نفخر بشراكتكم وسنعمل معكم كفريق واحد إن شاء الله. شكرا لك سيدي. يشرفنا حضور عطوفة لواء منذر العساف، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يشرفني الوقوف بين يدي هذه القامات السامقة في وطننا العزيز. عندما نلتفت في هذه القاعة فقط نرى كمية كبيرة من الدروع والجوائز وهي تدل على العطاء وتدل على التضحيات والإنجازات. هذه المؤسسة نعتز بها ونعرفها منذ زمن بعيد، مؤسسة لا تعرف الكسل ولا تعرف الركود ولا الخمول، دائمة النشاط، قديمة وجديدة ومتجددة دائما تسعى إلى الأفضل. نفتخر بأن نقف بين أيديكم الكريمة ونسعد أن تقبلونا شركاء معكم. صراحة عندما ننظر إلى البيانو هنا وننظر أيضا إلى الأشياء الجميلة التي لفتت ذهني وأنا أستمع لكلام الخبره
أعلم وأتصور الهارموني والتنسيق والجمال والروعة في كل شيء سبق أن قدمتموه وما زلتم في عطائكم. كدور الجمارك دائما مشاركة الكبار تجعلنا يعني نسعى إلى أن نكون كبار مثله ونستفيد من خبراته ونأخذ مما أو نعكس ما وصلوا إليه، فهذا شرف كبير لنا أن نكون شركاء مع المؤسسات المنجزة الفعالة الناجحة الكبيرة. موضوع الملكية الفكرية موضوع كبير وينمو، نحن الآن كما يقال في 200 سنة الأخيرة العالم أنتج ما لم ينتج قبل 6000 من الحضارات، الحضارة الإنسانية البشرية تسير في تسارع والفكر البشري ينمو ويتطور، والعبقرية لها الفرص في الوقت الحالي أكثر مما سبق، والمؤسسات لا تعمل بمفردها. اليوم الاختراع مثلا لو جينا إلى مايكروسوفت كان بداية شخص، ثم الآن هذا الشخص لا يعمل شيء، جمع عبقريات الموجودة في البشرية وأصبح ينتج أشياء أفضل مما هو يتوقع. وكذلك جميع الشركات والمؤسسات، إذا نظرنا إلى بعض السيارات القديمة، وهذا المثل دائما أنا أضربه اللي هو مثلا مرسيدس، تصوروا كيف كانت بالخمسينات، أنا الخمسينات ما شفتها صدقا يعني، أما بالستينات بالسبعينات بالثمانينات كل موديل يطلع أجمل من الموديل اللي كان قبله، ويأخذ العقل بعد شوية إذا ضربوا عليه بينسى فبيجدد من جديد. هاي الأشياء هي نتاج عقل، نتاج جهد، تعب، تصميم، ليس يأتي الكسالى المتطفلين الطماعين الحاقدين على كل نجاح فيأتوا ويتسللوا إلى هذا النجاح ويضعوه على جباههم ويزعمون أنه من إنتاجهم ليكسبوا مكاسب. إذا جئنا إلى الجانب المادي مكاسب غير شرعية لأنهم نجحوا بما لم يقدموا، وهذه سرقة. والسرقة كما نعرف في الأديان جميعها ممنوعة وتصل إلى قطع اليد، ولو أننا إحنا ما بنقبلش قطع اليد عاليا إلا أنه يجب أن يتخذ إجراء صارم لمنع هذه السرقة والتعدي. هي كلمة تعدي يعني جميع الأديان جاءت لمنع التعدي، لا تتعدى على غيرك، ممنوع تتعدى. الأردن طبعا تعرف الدولة الأردنية هي دولة قائمة على العدل، على الدستورية، على البرلمان، على الديمقراطية. لا تستقيم أي دولة في العالم إذا لم يكن فيها عدل، وليس من العدل أن نسمح للآخرين أن يعتدوا على بعضهم البعض. ننطلق من هذا المسار التطويري اللي نحن نسعى إلى أن نصل إلى ما يطلبه سيدنا جلالة الملك المعظم كما ذكرت سعادتك سعادة الدكتور. ولو أنه المسافة ليست قليلة أو ليست بسيطة أن نصل إلى ما يطلبه سيدنا، إلا أننا يجب أن نحاول بكل ما نستطيع أن نصل، لأنه صراحة في بيننا الرؤية الملكية كبيرة ونحن نسعى بكل قوة أن نصل إليها. وجود مثل هذه المؤسسة العظيمة والتي نكن لها كل الاحترام ستكون، لا نكتفي بجهدنا فقط، لأنه مهما كان الجهد الفردي، الفردية طبعا هي دائما ضعف وأنانية، بينما العمل التشاركي الجماعي هو عمل يقودنا إلى أن نكون أقوى وأقوى وأقوى كل ما زادت التشاركية، ونحن نؤمن بهذا ونسعى إليه منذ بداياتنا الأولى. موضوع التعدي على الملكية الفكرية تقدمنا فيه في دائرة الجمارك، توصلنا إلى فكر عميق، ماذا تعني الملكية الفكرية؟ زي ما تفضلت هي حماية المستهلك بداية. في البداية كنا نظن حماية الملكية الفكرية هو حماية أولئك الناس الذين
اللي هم الرأسماليين الكبار نحميهم احنا. طبعا من خلال الدورات والاجتماعات والمشاركة مع أصحاب الملكيات الفكرية فهمنا منهم أنه مهما كان حجم الاقتصاد الأردني لا يؤثر عليهم، ليس المقصود هو فتح الاقتصاد الأردني لمنتجاتهم، فهي مفتوح، فهو مفتوح تماما لهذه المنتجات، إنما المشكلة هو أن لا يأتي شخص آخر ويزعم أنه هذه البضاعة هي نفسها البضاعة التي نحن ننتجها، فيقع في الغبن في الضرر من حيث المركب المادي لهذا الصنف، في دفع سعر أعلى، في ثم بالنهاية ينعكس بالاستياء من هذا المنتج الممتاز، والاستياء لو ترك لهم أن يفعلوا هذا لأصبح هناك استياء عام للشيء الممتاز الرائع المدفوع عليه من خلال التصميم والإنتاج، سوف يموت هذا المنتج الجيد ويحيا المنتج السيء ويحقق أرباح طائلة دون أن يكلف نفسه في شيء. نحن نقول له أخرج إلينا بماركات جديدة، مثلا لا تسمي سيارتك مرسيدس، تسميها تويوتا، وهي طلعت ونجحت وأبذل عليها جهد وأعمل فيها كل شيء، بس لا تطلع لي في منتج سيء وتقول عنه بهذا الاسم السابق. هذا هي الفكرة الأساسية لعملية الملكية الفكرية. منذ 1999 قانون 1998 هذا القانون أفرض مادة أظن 41 أو 42 ووضعت محددات لكيفية التعامل وما هو الدور المطلوب من دائرة الجمارك، وهو دور يعني تقريبا جيد في ذلك الوقت، ونقوم نحن ب تكليف ضباط ارتباط موجودين في جميع المراكز الجمركية. هؤلاء الضباط من أصحاب الخبرة والمعرفة، وزودناهم بدورات خاصة بحيث أنهم يعرفون ما هي الماركات التي يجب أن تراقب، وبالتالي يتأكدون من أنها يشتبه مثلا أنها فيها تعدي على الملكية الفكرية، وإذا لم تكن مستوردة من صاحب العلامة المباشر، وفيهم اتصال مع قسم خاص للملكية الفكرية كما تعلمون موجود في دائرة الجمارك، ويخير بأن يقيم دعوة خلال 8 أيام. للأسف الشديد يعني بعض الحالات تنتهي بمصالحة، طبعا لأن الموجود هنا هو وكيل، والوكيل هو معروف تاجر ويبحث عن الربح وعن كذا، فإذا دفعوا له مبلغ معين ينسى الموضوع، وتدخل من هو المغبون هنا؟ المشتري المواطن المسكين، طبعا إذا كان في تعدي على الملكية الفكرية، وتدخل ويقول لك لا تعنيني أصلا، على المواطن أن يميز. طبعا المواطن تحت وطأة الحاجة المادية يشتري، بيقول لك أنا أشتريها بدينار مثلا لمبة الفيليبس بعد أسبوع أنها محروقة، بينما هي مطلوب منها أنها تخدم 12 سنة، وهذيك كأنها بقديش ما بديش أسوي دعاية لهم أنا، خلينا نقول ب3 دنانير. فلما تقسم قديش خسارتك أنت لما تقعد أسبوع كل أسبوع بدك تشتري واحدة، حطيتها ب3 دنانير بسنة واحدة، بينما أنت مفروض تحطهن لمدة 12 سنة وهي بتزهقها وأنت تتفرج عليها أصلا، يعني تدفع قسط الشقة قبل لا تخرب اللمبة. فهي إحدى الأمثلة، وما بالك في السجاير مثلا. السجاير احنا رحنا الى احد مصانع الكبرى في المانيا وشفنا كيف انه تبدا عمليه التصنيع اليا لا تلمسها يد البشر. هناك نوع من معرفه كم نسبه النيكوتين حسب ما خلقها ربنا، يعني اول ورقه فيها نسبه، الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، الى ان تصل الى النسبه المحدده، فبتصير خلطات محدده. العمليه انه يجب ان تسخن هذه الماده الى درجه 80 حتى تقتل الفطريات اللي ممكن تسبب لك مرض لا يمكن ان يشفى اذا فاتت الى الرئتين البشريه. فاين له هذا في جحر تحت عماره يصنع منه السجاير؟ وحتى كشفنا حاله في الاردن، هو في الاردن ان واحد يصنع، والله لو رايتم الماده التي يصنع منها، وهو شخص ينظر اليه انه من أنا قدام التلفزيون الأردني من دي جي آي تنشر يعني كمان يجب يعني صراحة المادة الأولية التي يصنع منها العفونة أكثر من 3 سنتي على باب البرميل اللي يصنع منه،
ولم يعجبه وأنكر أنه هو صاحبها. طبعا أن يصنع مثل هذا الشيء وأرجو عدم نشر ذلك يعني من الكلام اللي نحكي ويصنع ماركات نفس الماركات اللي المعروفة. هاي الماركات التي يصنعها هي تعدي سافر على الملكية الفكرية طبعا تعدي محلي. ولو رأيتم هذا المنظر لحرمتم التدخين ولا في عنده أي نوع من التسخين ولا أي نوع من التصنيع المثالي. ليش؟ لأنه هو يصنع من خلطة يفترض إنها مسخنة خالصة أو معالجة بين كيماوي وبين كذا. فهناك ضرر كبير على المستهلك، ضرر كبير جدا في حالة عدم حمايته. إذا ماذا نعمل؟ في عندنا تعديل للقانون الجمركي الأردني وأدخلت مواد تجعلنا أن تقوم الحكومة الأردنية أو الجمارك الأردنية بإقامة دعوة على الذي لا يريد أن يقيم دعوة أو مش عليه هو من أجله لأنه لا يستطيع أن يقوم بالدعوة أو هو يريد أن يقوم بالدعوة ولكن يحجم لأسباب هو يعرفها. ربما بعض الناس لا يحب المحاكم ولا يحب أنه يظل رايح جاي على المحكمة أو أنه يتمشكل. نسمع كثير من الأشياء بهذا الموضوع. فربما يحصل هذا التعديل وربما يرد وربما يناقش ولكن نحن الآن بصدد أنه نسير باتجاه أقوى بكثير لحماية حقوق الملكية الفكرية. وهذه الشراكة أو هذه مذكرة التفاهم هي دليل على ما نقول أننا سنوقع مثل هذه الاتفاقية وستكون هناك لنا أشياء كثيرة ونشاطات مختلفة لننفذ هذا الكلام على أرض الواقع. سيكون زي مثل ما تفضلت سعادتك سعادة الدكتور، سنقوم بالتوعية الفكرية وبكل الطرق المتاحة ومن خلالكم أيضا، وزي ما تفضلت أنك تنوي أن تعمل مركز في دائرة الجمارك ونحن نرحب بذلك وسنتعاون معكم بكل ما نستطيع. لا أريد أن أطيل عليكم فالمواضيع كثيرة في ذهني ولكن لا يسعني إلا أن أكرر شكري وتقديري وعمق امتناني لكم على هذه المبادرة وعلى هذا الجهد المميز الذي تبذلونه في التعاون معنا في هذا المجال المهم جدا تلبية للتوجيهات الملكية السامية. وشكرا لكم والتقدير. سعادة الدكتور طلال أبو غزالة وعطوفة الروائي الجمارك منذر العساف لتوقيع مذكرة التفاهم وتبادل الدروع. أشيد ببلاغة ومعرفة الباشا اللواء الركن منذر العساف. حقيقة ما قاله يدل على معرفة تجعلني أعتز بأن شراكتنا ستكون تغنينا متبادلة غناء متبادل لأن إحنا نعرف عن قدراتك الشرطية والعسكرية والإدارية. اليوم أخذنا صورة أخرى عن معرفتك في العلم وفي التقنية الملكية الفكرية. يعني ممكن إحنا وأنا نصدر شهادة لك في المعرفة وإحنا كأكبر شركة ملكية فكرية في الدنيا نعتز بأننا الكبرى على مستوى العالم وهي مؤسسة أردنية. نفخر بأن رئيس جماركنا يتقن الملكية الفكرية كما أتقنها أنا. فأحنا فخورين فيك وبقدرتك حقيقة في هذا المجال. وكما قلت نحن إن شاء الله أمامنا خطوات أخرى نبحثها وقد تداولنا فيها وكما تفضلت لمزيد من التعاون لأنه ليس هناك حدود لعمل الخير وللعمل الصالح والجيد خصوصا إذا كان هناك نوايا جيدة وقدرات جيدة. فنتشرف بأن نوقع معكم ونعتبر هذا التوقيع هو بداية لمسيرة طويلة إن شاء الله في خدمة هذا البلد في
في توجيه حسب توجيهات سيدنا صاحب جلالة المعارض. واجبنا بالمستوى العسكري الذي تؤدوا به واجباتكم.